الزواف هادو ما مهما يكونوا كثر قداه يكونوا زوج ملايين عام ثلث ملايين حنا 40 مليون شويه كذا جات واحد عباد حنا وني دي كابين حنا هما ولاد البلاد كما كاينش بنت البلاد راكي غالطه راكي مهاجره لهنا لجات ماكش ولد البلاد انت راك بقايا الوندات والبيزنطيين وخوانا وزواف ومديتهم مفتاح تاع الجزائر لفرنسا وخلعتونا وخدعتونا ودرتوا فينا المنكر. لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا. لا نبيع لهم ولا يبيعون لنا، لا نتاجر بينهم معهم. لا بيع ولا شراء بيننا. ولا علاقات. تقطعوا العلاقات بهم. شكون راه يحمي فيها هذه؟ نعرفوا شكون راه يحمي فينا مصالحي. شكون اللي علقوهم القرادات وهم خوانا؟ قال لك دي كولونيل. كيقول لك خوالي مجاهدين وقاده تاع الصح، الناس اللي حبوا جماعه الصومام حبوا يصفيوهم بعد مؤتمر الصومام بصح ما قدروا لهمش. ويقولوا ايضا انه مرور قنوات البترول النفط على منطقه القبائل راح نساوموكم عليها وراحين نديروا يعني ضريبة على ذلك ودفع، وبالتالي راح يكون عندنا دخل مالي يعني من تصود هنولو راسو. وما شفتش انت يا الدني هو بكي راح للمعبد كي راح يزور سيدهم الكاهن معطوب الخناس. نحكم على الفئة الزواوية اللي معروفة من زمان انها خانت الامير عبد القادر وخانت المقراني وخانت من قبل يعني خانت الفينيقيين خانت صفاقس يعني هي معروف عليها بالخيانه من عهد ماسينيسا. انتوما اللي درتو ماسينيسا الخاين اللي خان صفاقس، انتوما اللي خنتو وانتوما اللي تمجدوا الخوانه. وبالتالي اول احنا نرفضوا انه يبت او يوضع تمثال ماسينيسا في الاوساط ولا في الساحات الجزائريه. ايه ماسينيسا الله لا تربحهم ان شاء الله. شوفوا جماعه اسمحوا لي دعوا ماسينيسا يردد صدانا ذروه يخلد زكي دمانا وخلوا صفاكس يحكي لروما مدى الدهر كيف كسبنا الرهانا وكيف قضى نحبه ماسينيسا بجامة لم يرض فيها الهوانا وكم ساوموه فثار إباء وأقسم أن لا يعيش جبانا وألهمه الحب نيل المعالي وألهمه الحب نيل المعالي وقد كان مثلي يهوى الحسانة ومن صنعت روحه صوف تزيا جدير بأن يتحدى الزمان تغذيه حبا وفنا وعلما وتنبيه ما قد يكون وكان فجاء يغرطى على هديه بحكم الجماهير يفشي الأمانة وقال مدينة روما تباع وقال مدينة روما تباع فمن يشتريها فهز الكيانة. وقال مدينة روما تباع فمن يشتريها فهز الكيانة ووحد سرت بأعطاف كاف وأولى الأمازيغ عزا وشأنا. حضارة الأمازيغية هي البداية كانت في منطقة مصر كمان. الحاكم اللي اسمه شاشناق في العهد الفرعوني كان أمازيغي،
لكن انكمش الامازيغ في منطقه شمال افريقيا واوروبا. فقبيله رجعت تاني رجوع اللي هي من شمال افريقيا لسيوة اللي انا ذكرتها دلوقتي. البيت في سيوة بيتكلم اللغه الامازيغيه اللي حضرتك ابتديتي الحديث بيها. وبيتعلم اللغه العربيه عندما يدخل الطفل المدرسه. الشيشناق هو ملك قادم من شمال افريقيا، سمي بالليبي طبعا، كل شيء كما قلت لك غرب يسمى ليبي، ولكن هذه المنطقه كلها كانت متلاقحه بحضاره هي تابعه لدوله امازيغيه قديمه، بعض الاحيان تتسع تصل تقريبا الى سيو، واحد سيو طبعا قرب العالمين، وتارة الاخرى تنسحب الى تونس. شوفوا الطريقه اللي احتفلوا بها البلغاريين باعيادهم، نفس الطريقه اللي جابوها لنا لي زواف، اللي جابوها لنا هاد الجماعه الشيشنقيون هذوما اللي يدعوا انه الشيشناق راهو تاعهم وراحوا راح اعتلى عرش الفراعنه. شوفوا يا جماعه تيمو مخربطين، هاد الناس مش عارفين واش يهضروا. هاي نفس الطريقه، ها تلقاها في الفيسبوك ودخلوا تلقاوها، راهي موجوده، هي طريقه بلغاريه. اذا هاد الناس اللي راهم خرجوا لنا بالمهرجانات والكرنفاليات هذه ولابسين الجلود، قول لهم روحوا رجعوا لبلغاريا. راك عم تهبلني ولا كيف يرحم والديك؟ راك شير بلي هذيك هي. انا ما هذيك هي يا خويا، في بالك اسكت اسكت. الله الله راكو تشوفوا باللي رئيس بلدية كما نشر في التواصل الاجتماعي انه السيد لابس لباس الروماني واقف يحتفل بيناير. اذا باش تشوفوا باللي هذا امتداد استعماري، والناس هذو اللي هما من سلالة الرومان راهم مازالوا يحتفلوا يلبسوا في اللباس الروماني. شوفوا يا جماعة، شوفوا الطريقة اللي احتفلوا بها البلغاريين باعيادهم، نفس الطريقه اللي جابوها لنا لي زواف، اللي جابوها لنا هاد الجماعه الشيشنقيون هذوما اللي يدعوا انه الشيشناق راهو تاعهم وراحوا راح اعتلى عرش الفراعنه. شوفوا يا جماعه تيمو مخربطين، هاد الناس مش عارفين واش يهضروا. هاي نفس الطريقه، ها تلقاها في الفيسبوك ودخلوا تلقاوها، راهي موجوده، هي طريقه بلغاريه. اذا هاد الناس اللي راهم خرجوا لنا بالمهرجانات والكرنفاليات هذه ولابسين الجلود، قول لهم روحوا رجعوا لبلغاريا. لما جيتوا انتم من بلغاريا وجيتوا من بيزنطه وجيتوا مش عارفه منين، وحبيتوا تستولوا على الارض الجزائريه وزدتوا انضميتوا للرومان، و يعني خنتوا حنا بعل وخنتوا سفاقس، ويعني وهلكتوا النسل وهلكتوا الزرع وهلكتوا كل شيء، وجايين دركا تحبوا تدبروا علينا احنا. وين قلنا اكتبوا لنا مقالا يبين لنا كيف كان لمشروع يناير ومشتقاته سببا في اتلاف 1,000,000,000,000 دولار. هذا العيد راهو وثني يا جماعه، الاول حبوا ينسبوه للشناق، وما بعدين حبوا ينسبوه للسنه الفلاحيه بعد ما وضحنا للناس حنايا والناس اللي كان معانا العام الماضي. الان الشعب الجزائري هذا العام ما احتفلش بهذا العيد، لما فهم باللي راهو عيد وثني وانه فيه شرك بالله. ونشكر الشعب الجزائري على الوعي نتاعو، ليس كذلك يا سي منير؟ تيزي وزو بزخمها الثقافي وتنوع عاداتها وتقاليدها تحتفي بيناير، مناسبة لإبراز الثراء الأمازيغي لهذه المنطقة. الاحتفال بيناير بقسنطينة جمع بمقر جمعية نساء الخير سكان الحي الشعبي بن شلبي بمختلف تقاليدهم الموروثة من ربوع الوطن العديدة. إيمان، كيف هي أجواء الاحتفالات بيناير وعند أخوتنا الطوارق؟ تستفيق منطقة الملوك العقبيلة شمال ستيف ككل سنة من يناير على وقع أصوات الصغار وهم يصلحون بين ثنايا أزقتها بأنغام الاحتفاء برأس السنة الأمازيغية متجهين إلى مكان الوزيعة.
صباحكم سعيد مشاهدينا ومتتبعي قناة المستقبل الجزائرية. اليوم ننقل لكم أجواء الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجزائرية، بتحديد بمنطقة نية النصر بولاية برج بغرايج. نعم، إذن أمين أسقى سنقاس، أنت متواجد مع إحدى العائلات من ولاية تلمسان، يعني هلك أن تحدثنا على عادات وتقاليد التلمسانيين بهذه المناسبة. اختلفت مظاهر احتفال الجزائريين بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2971 من منطقة لأخرى، وأخذت طابعا رسميا منذ دسترت القضية الأمازيغية. على غرار أمازيغ عالم يحيي الليبيون رأس السنة الأمازيغية، احتفالات باتت حالة اعتيادية في البلاد في عقب ثورة 17 من فبراير. دوني في البداية أن أتقدم لكم جميعا بالتهاني الحارة بمناسبة حلول العامين الجديدين الميلادي 2021 والأمازيغي 2971. وبمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة، رئيس الجمهورية وعلى حسابه بتويتر الآن تقدم بأطيب تمنياته للشعب الجزائري عبر حسابه الرسمي في تويتر، حيث كتب السيد الرئيس: بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة أتقدم إلى كل الشعب الجزائري بأحر التهاني وأخلص التماني، سائلا الله تعالى أن تكون سنة خير وبركة ورخاء. أسقاس أمكاس. رانا معاه يحيى تبون تبون، رانا معاه خدعين منافقين. وين ما يقدرش واحد يقذف مرأة ولا رجل في 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 عرضه إلا إذا كان عنده دليل بربعة شهود عدول. شهود نعم. ويكونوا شافوا لاكسيون لا فغي اكسيون، هي كما نقولوا وشبهها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمرود في المكحلة. أكدوا يا جماعة، أي إنسان عنده عرض شريف، أي واحد من سلالة شريفة، مستحيل يتجرأ أنه يذكر الناس في الأعراض نتاعهم. أنا منوش عليك كونك أنت ولدتك مرأة، عيشتك في الدعارة وعيشتك في بيت دعارة، منوش عليك أنا كي تدير كي تتردى على أختك جنسيا وتكون من زين المحارم.
من نمشي عليك انا كي تروح تسكن في المازدا مع من يتحرشون بك. ابا حنا باش ما نقيسوش ولاد نايل نقول لك انا وش المشكله اللي صارت لك بين الجينيرالات وما نسميش الجينيرال والزوجه نتاعك. ولا تحب نجبدو نفضحو دركا في الناس؟ كل واحد يتهم امراه ما شافتش عينو انها دارت حاجه الا وابن عاهره ولقيت. شوف انا نضربك شوف نريك برميك صنبوصه. هذا اللي تنحى اليوم طرطاق هذا كان يقتل في الناس بلا شينيول، كان يحط لا شينيول في روسهم، كان يحرق بالشاليمو. وإلا يتجيج حتى فرق الموت اللي كانت اللي انشأها توفيق وفرق الموت اللي كانت اللي انشأها توفيق والجينيراتويتي في التسعينات جات حرقت الزيتون وقتلت الشعب الجيجلي. يا البلو